السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة المجد للأطفال في برنامج هنا مجد. الحين باخذكم في جولة في صيف مغامر وحياكم الله، معكم مراسلتكم فجر المري. بجيل فتي جميل السجايا، بهي الخصال وفكر سديد، لدرب المعالي تسير خطانا ونرسم بالعزم يوما فريد. لدرب المعالي تسير خطانا ونرسم بالعزم. والحين نتعرف على البنوتة، وش اسمك؟ اسمي جلال. الله، مرة اسمك حلو. وش رأيك في البرنامج في صيف مغامر؟ حلو مرة، كل يوم انبسطنا فيه. شكرا. أنا مبسوط في صيف مغامر. كيف صيف مغامر معك؟ مرة يجنن، وخاصة تحدياتهم وفعالياتهم يجذبون الأطفال بسرعة. شكرا لك، وأنا مرة عجبوني. تسير خطانا ونرسم بالعزم يوما فريد. لدرب المعالي تسير خطانا ونرسم بالعزم يوما فريد. بروح التأخي وعذب التصافي سيشرق فينا صباح جديد. نخوض الغمار ونروي القفار ونهمي بغيث ونعلي النشيد. ونهمي بغيث ونعلي النشيد. جميل السجايا، بهي الخصال وفكر سديد، لدرب المعالي تسير خطانا ونرسم بالعزم يوما فريد. مغامر بكل اقتدار، مغامر مغامر بوجه سعيد، كركب درجنا سقينا الحقول بعذب العلوم وشرع مجيد. مضينا نغامر وحبا نبادر لنسمو سويا بروح السعيد. شباب مضينا في ظل مغامر، سلكنا طريقا قويما رشيد. نحث خطانا ويعلو صدانا ونجني ربيعا وعيشا رغيد. ونجني ربيعا وعيشا رغيد. جميل السجايا، بهي الخصال وفكر سديد، ونرسم بالعزم يوما فريد. مغامر مغامر بكل اقتدار، مغامر مغامر بوجه سعيد، مغامر مغامر بكل اقتدار، مغامر مغامر بوجه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش رايك بفعاليات صيف وهد؟ والله حلو، ومنها الزحليقه والمسبح والملعب صابوني. ان شاء الله تعيدها مره ثانيه. ايه عجبتك الفعاليات؟ ايوه عجبتني كثير ما شاء الله عليهم. طيب قدم شكر. شكرا للمغامر، والله يعطيهم العافيه على كل شيء سووه، وشكرا مؤسس هذا المغامر، والله يعطيكم العافيه. أقدم شكر لقناة المجد على البرامج اللي يسوونها والإبداع، والله يعطيهم العافية. أنا اسمي فهد الفالح، واليوم أنا في مغامر، وفعاليات مغامر مرة كثيرة، في ملعب صابوني ومسبح وأشياء كثيرة،
كرة قدم وتعلمنا أشياء كثيرة، وأنصحكم تجون معنا في مغامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جواد عبد الرحمن العيدب، استمتعنا في مغامر جدا جدا، وأنصحكم تسجلون في مسابح وزحليقات وكرة قدم وتعليم، مرة فيه حلوة وأحلى فعالية، أول حظ من اسمك تجيب فاكهة مرة حلوة، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا، أنصحكم أنكم تسجلون في مغامرة الترفيهية. تسير خطانا ونرسم بالعزم يوما فريد، لدرب المعالي تسير خطانا ونرسم بالعزم يوما فريد، بروح التأخي وعذب التصافي سيشرق فينا صباح جديد، نخوض الغمار ونروي القفار ونهمي بغيث ونعلي النشيد، ونهمي بغيث ونعلي النشيد، جميل السجايا بهي الخصال وفكر سديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم بإذن الله حنا في مدرسة العناية في حي الملك فهد بشراكة مع مؤسسة مغامر للترفيه مع مدرسة العناية الأهلية. برنامجنا اليوم برنامج وهج صيف 44، بإذن الله عندنا بدينا من يوم السبت وأيضا يوم الاثنين واليوم يوم أربعة، وبإذن الله عندنا اليوم الختامي يوم السبت في مركز وهج الترفيهي. اليوم بإذن الله إن شاء الله كان عندنا هدفنا الأساسي اللي هو يكون طرطشة مثل ما شفتوا أمامكم الآن، الزحليقة المائية، وأيضا عندنا اللي هو الملعب الصابوني، وأيضا عندنا المسبح. في أكثر من برامج، عندنا برنامج كنوز فيها بعض الفوائد العلمية، وأيضا عندنا الدوري الرياضي، عندنا برامج متنوعة في مركز اللي وهج صيف 44. نشكر شكر خاص لقناة المكس، يعطيكم العافية. ونرسم بالعزم يوما فريد، مغامر بكل اقتداء، مغامر مغامر بوجه سعيد. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الملك مشرف في مؤسسة مغامر الترفيهية. طبعا الحين احنا في صيف وهج 44، استمتعوا، الاحظ ان استمتعوا الشباب يعني في الانصار كذا ولا صابوني وزحاليق. ونرسم بالعزم يوما فريد، مغامر بكل اقتداء، مغامر مغامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لين سوار، مشرفة من مشرفات مركز ألق تابع لمؤسسة مغامر. رغم قصر مدة برنامجنا إلا أننا حاولنا تقديم محتوى متنوع ومفيد عن أهمية الاقتداء برسولنا وأسوتنا ومربينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تطرقنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته، أبنائه وزوجاته، كما خصصنا يوما للجانب القيمي وهو عن الصفات والقيم التي اتصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجانب فيه فقد تضمن عدة أنشطة كالمسابقات الحركية الثقافية الترحيبية، التمارين الرياضية، الأعمال اليدوية والتجارب العلمية. من أهم الأشياء اللي ركزنا عليها في تقديم المحتوى هو الدمج ما بين التعلم واللعب والترفيه، حيث أننا نعتقد بأنها من أفضل الطرق لإيصال وتثبيت المعلومة عند أبنائنا وبناتنا. ونهمي بغيث ونعلي النشيد، جميل السجايا بهي الخصال، مغامر مغامر بوجه سعيد، مغامر مغامر بكل اقتدار، مغامر مغامر بوجه سعيد.
ركب درجنا سقينا الحقول بعذب العلوم وشرع مجيد مضينا نغامر وحبا نبادر لنسمو نبولا وإحسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محدثتكم فجر المري مغامر مغامر بوجه سعيد مغامر مغامر بكل اقتدار مغامر مغامر بوجه سعيد كركب درجنا سقينا الحقول بعذب العلوم وشرع مجيد مضينا نغامر وحبا نبادر لنسمو سويا بروح السعيد معكم رنيم، أنا من سيف المغامر ومرة استأنست معكم. أنا لو كنت منكم أنا لو سووا نادي مرة ثانية أنا بجي هنا، مرة حبيتهم. سلكنا طريقا قويما رشيد نحث خطانا ويعلو صدانا ونجني ربيعا وعيشا رغيد ونجني ربيعا وعيشا رغيد ونرسم بالعزم يوما فريد مغامر مغامر بكل اقتدار مغامر مغامر بوجه سعيد مغامر مغامر بكل اقتدار مغامر مغامر بوجه سعيد. مشاهدين الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في صيف مغامر. تحياتي لكم، كنت معكم محدثتكم فجر المري من قلب الحدث المجد الرياض.